عارفاه. بعدها في نفس اليوم بالليل مجدي محمود جاله تليفون من باشمهندس عدلي وقال له احنا عاوزين محمد يبقى معانا. فروحنا قعدنا حصل كابتن عدلي وكان الكابتن حسام البدري موجود. ف حصل اختلاف لحاجات معينه حاجات بسيطه يعني. فنزلنا ما اتفقتوش ما اتفقناش فنزلنا. فخلاص جه تليفون تاني لمجدي كابتن الخطيب فقال له لا انا عاوز اشوف الولد. نفس اللفظ كده قال له الولد بيحب النادي. قال له هو بيحب النادي وهو عاوز يروح الاهلي. فقال له خلاص تعالى. كان كابتن الخطيب عنده فرح في مدينه نصر. فرحنا له بالعربيه فمجدي هو اللي قابله لوحده. وبعدين يعني دخل الفرح قبل جوه وانت كنت مستني في العربيه. انا كنت لا كنت مستني بره بره. اه فهو مشي في بعد خرجوا هما الاثنين من الفرح وبالظبط وقفوا العربيه. فانا ركبت ورا في ورا. كان كابتن الخطيب هو عربيته هو مجدي. فقال لي خد امضي على العود دي. لا انت اول هو ده الاول يعني لقاء. اول ما اول واحده كده قال لك اول واحده قال لي خد امضي. رحت الموضوع انتهى. طيب انا لما كابتن الخطيب من الناس اللي انا بحبها جدا. طب هو قال لك خد امضي بايه بقى؟ خد امضي بالايه؟ بالقلم. بالقلم القلم ده بالقلم ده هو القلم ده؟ لا مش القلم ده. زي القلم ده انت خدت القلم بقى احتفظت بيه؟ لا انا خدت حاجه احتفظت بيها. اه هو ما انا هقول لك الحكايه اهو. الحكايه رحت ماضي ايه احسن تكون خدت العربيه احتفظت بيها. لا لا هقول لك. خدت العود ومضيتها. ما شفتش بقى العود اتفق ولا ايه ولا كان يعني اول ما شافك الكابتن خطيب قال لك ازيك عامل ايه؟ ازيك عامل ايه؟ ازيك يا ابني؟ ازيك يا ابني عامل ايه؟ انا بحبه جدا. فخد انت العود دي. فانا ما مجدي مش قال لي مش استنى ما نشوف نعمل اتفقنا عليه. قلت له لا. هو كابتن خطيب ليه كاريزما وليه هبه كده معينه اما وانت كنت اول مره تشوف الكابتن خطيب؟ اول مره اشوفه على الحقيقه. ما شفتوش قبل كده؟ لا هو كان سايق العربيه ومجدي جنبه وانا وراه. طيب ما انت معذور لازم تمضي. لا ما انا هتعمل ايه؟ هتروح لا من الناس اللي انا بحبها جدا. فهو اللي شدني هو كلم مجدي قال له الولد بيحب النادي. هو عايزنا ولا لا؟ اه الولد بيحب النادي قال له اه. فجيت فرحت الماضي وخلاص. فهو كتب هو بعد ما مضيت قال لي يا ابني عشان تمضي عشان تضمن حقك هو تضمن حقك انا هكتب لك شيك الحساب الخاص من حسابي الخاص. فكتب الشيك كابتن الخطيب من حسابه. الشيك مكتوب عليه اسم كابتن الخطيب. فانا ايه خلاص الاتفاق اللي احنا خلاص هبدا من اول السنه مش هروح في يناير. فهم عملوا مفاوضات مع نادي ترسانه وباشمهندس حسن فريد. فالموضوع خلص بعدها بشهر ولا شهر ونص لقيت كابتن الخطيب بيكلمني يا ابني ما صرفتش الشيك ليه؟ طب ما صرفتوش من ساعتها؟ لا ما صرفتوش. نسيت ولا ايه؟ مش نسيت احتفظت بيه. احتفظت بيه ذكرى. اه يبقى الشيك اللي خدته ذكرى. قال لي يا ابني يا ابني انا راجع الحسابات قالوا لي ما صرفتش الشيك مش هتصرف الشيك. قلت له انا هحتفظ بيه يا كابتن. قال لي صوره احتفظ بيه.